السلام عليكم، عنا سنتر واه هذي المزيانة. جوجو 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 جوجو. شوفوا مزيانها، معناها سنتر واه معناها مزيانة تحفونا. فيها الفرامل، الفرامل لا تعمل كما تشوفوا، معناها الفرام في اليد مكبوس، تحسوا معناها يشد وهو ما يشدش، معناها مكبوس في اليد كيكة بالفارغ. وعندك معناها الفرامل والضو معناها لا استغناء عنهم، فهمت؟ هذوما معناها تلعب بالموت. بيه شنو البروبليم عندنا؟ الفريدوات، اذا فريدوات ما طايبين ما عادش فيه، حبوا يتبدلوا باش عرفنا. عندك اللسان هذايا، معناها اللسان لازم يبدا مستوي هكا، ريتوه لازم اللسان متاع الفران اللي يركب فيه الكابل يبدا مستوي كيما صبعي. كي يبدا مشبود القدام كي من هك، معناها الفريدوات ما عادش فيهم، سيي ماتوا. يحبوا يتبدلوا. باهي، كانك اول مره تتفرج فينا، كانك اول مره تتفرج في قناة المعلم للصيانة، كانك اول مره تتفرج في المعلم بيده، اعمل ابوني للشين يوتيوب وفعل الجرس باش يوصلك جديد. وكتب لنا وعمل لنا لايك للفيديو وكتب لنا كومنتير. باهي، نحينا العجله باش نزيد نوضح لكم معناها العمليه اكثر. نورمالمون الفران هكا يشد، معناها دوبلاش، ما لازموش يهبط على الاخر كي من هك، فهمت؟ ما لازموش يهبط هكا. الفريدوات ماتوا سيء، حتى كما تشوفوا الجارنيتير القوم نتاعهم معناها سيء عليه، قريب معناها تولي تحك على الحديد. بعثته باش يجيب لي فريدوات، جاب لي ماركه معناها كي وجهه مولاها ما يقدرش على الدور يجيك، مولاها ما في حالوش. بيه فما بروبليم، معناها كي جينا نركبه في الفريدوات نلقاوهم زايدين شويه، كي خاطر كيما شفتوا معناها الماركه، ماركه معناها شنوة هذيا ولا شنو، الفريدوات معناها زايدين، الجارنيتير نتاعهم طالع الفوق، لازمنا ننقصوا فيهم شويه بالكاغت، ناكلوا فيهم بالكاغت. ياك هوش نعملو، معناها مولاها ما في حالوش، ما عندي ما نعملو، هذايا هو حلها، معناها ناكلها له بالكاغت، ناكلو فيها بالكاغت. باش تنحى معناها تنقص شوية تولي تدخل في البلاصة. نوريكم حاجة أخرى، معناها كيف تبدأ الفلاسك، معناها الفلاسك تمس في المايو كيما تشوفوا، معناها قاعدة تحك في المايو تمس، شنو نعمل لها؟ هذي حاجة الغفاصة ما ينتبهوا لهاش، ناخذوا رونديل، رونديل قد اللاكس ونركبوها لهنا. نشوفوا معناها كيما تشوفوا توا، معناها الفلاسك الدور ليبر ما عادش تمس، جوها احلى جو، يعني حاجه بسيطه ولكن تفرق، حاجه بسيطه. حاجه اخرى شفتوا معناها اللسان، كيما قلت لكم اللسان معناها بتاع الفران دوب ليش دوب ما تمسوا معناها يشد بصبعي، بصبعي معناها يعمل فران. قبل كان اللسان كيما ريتو معناها يطلع يهبط لوطه، معناها قريب يمس في اللاكس، تويكا معناها 1 مليمتر، 1 مليمتر معناها الفران يشد سيرو بلاس، جو احلى جو. عندك الفرامل، معناها الفرامل والضو ما فيهمش لعب، هذوما واحد عبارة معناها يلعب بالموت. ركبنا العجلة سيء، تويكا باش نتستيو الفران. كيما ريتو قبل معناها تنزل على الفرامل، معناها تلقاه مكبوس في اليد وما يشدش. تويكا كيما تشوفوا العجلة تجهز، الموتور معناها تشد سير بلاس. بالرسمي معناها كانك وصلت معانا في الفيديو يعني التوا، فأنت يعني من أنصار المعلم للصيانة، يعني أنت معناها بالرسمي معناها ما تحكيش، فحبيت أخوي ندلل عليك شوية، حبيت نتعبكم شوي. أبوني للشين يوتيوب كانك ماكش مشترك، وفعل الجرس باش يوصلك جديد، عملنا خويا لايك للفيديو وكتب لنا كومنتير كان عندك سؤال والاستفسار. فيديونا اليوم سيين، نتقابلوا في فيديو جديد، الى اللقاء.